النهارده عامله لكم كارت كيك لطيفه جدا بس بدون دقيق وعلى البارد. هنبقى محتاجين نص كوبايه لوز ونص كوبايه هين جمل، كوبايه ونص البلح المجدول ده، عندي كوبايه ونص جزر، كوبايه الا ربع جوز هند، معلقه ميبل سيرب اللي هو عسل الميبل، عندي قرفه وجنزبيل وقرنفل. فهحط هنا دلوقتي اللوز وعين الجمل، الجوز واللوز و الجزر بتاعنا لما نجيبه انا عايزاه ننزل الميه اللي فيه بس خلاص. ونيجي هنا كمان نجيب المجدول بتاعنا، طبعا شلنا منه النوى بتاعه، عليهم الجنزبيل والقرفه، ربع او ثمن معلقه قرنفل، ما تزودوش فيه القرنفل لان القرنفل بيدي مراره وفي نفس الوقت بيدي ريحه حلوه قوي، فكده. وميبل سيرب، حط شويه من اسمه ايه ده؟ جوز الهند. ونقفل بقى الحكايه. ونحط تقريبا هتعمل لنا 6 كب كيكات، فدي بعد ما عملنا كده هندخلها الفريزر لمدة ساعة. دي كريمة جوز هند ريحتها تجنن، وده الويبنج كريم او الكريمة البودرة، ماشي؟ نحط عليها شوية كده وضربين على طول. وحط هنا بقى بقية الجوز الهند اللي عندي من بقية الحاجات، فهي بطعم يعني هي كريمة جوز هند، واحط جوز هند دي كده كلها مع بعض. نجيب بقى الويبنج كريم، نحط الكريمات بتاعتنا